وبرأية الأرصاد الجوية بيتوقعوا أنه يسود النهاردة طقس مائل للبرودة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره. هتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وهتتكاثر على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين. بيصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح هيكون أغلبها شمالية غربية معتدلة. بتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 21 والصغرى 16، وإسكندرية 20 للعظمى والصغرى 12.